بركاته. أحيي الشعب الليبي بمناسبة العيد الفطر المبارك، عاد الله علينا وعلى الأمة العربية بخير. وأنا طبعا البيت بيت خاص بالمعرض للمقاهي الشعبية بالبيت الأثري بالتأسيس وتصميم الحاج محمد سعد اللي هو والدي، طبعا والدي والله يرحمه، السنة اللي فاتت كان معانا، والسنة إن شاء الله بإذن الله في عند رب العالمين، إن شاء الله ربي يغفر له ويرحمه إن شاء الله بإذن الله، والمسيرة حتستمر إن شاء الله بإذن الله تعالى، تستمر على ان نحيي هذا البيت ان شاء الله باذن الله تعالى. نقول تفضلوا في اي وقت، يعني البيت مفتوح، بيت بيتكم والمعرض معرضكم، وتفضلوا في اي وقت ان شاء الله، اليوم الثاني والثالث والرابع باذن الله تعالى، صبح وعشيه، من الصبح من 10 للواحد، ومن ان شاء الله صباحا، ومن الخامسه للثامنه مساء ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله تفضلوا في اي وقت ان شاء الله باذن الله. على المنامه والعده نتاع الاعراس، يعني زي البخور والحركات نتاع البخور نتاع العروس، يعني العرس بصفه عامه، زي البخور، زي الجدره، زي الحنه، زي الخزامه، زي القرنفل، زي اللبان، زي الشق الجاوي، يعني كلها من جميعه، والمراوح اشكال انواع، اللي هذه نقول كتفيه، هذه نقولها هذه نقول الحرام، يعني وهذه الوسادة، وهذاك السير بتاع الراس، وهذاك الصخاب، يعني وهذاك خيط الراس، نقول خيط الراس، وهذاك الحزام، وهذا الحزام مش نشونة إن شاء الله، يعني ما فيش يعني شيء. هذا قدح، يعني العود، يعني نحن نقول قصة العود، يعني مغلبهم من جنوب أفريقيا، يعني باش تعرف إن الحضارة العربية أتي من شمال جنوب أفريقيا وشمال أفريقيا بصفة عامة، يعني كان جدودنا وأبائنا القدماء ترحال لهذه المنطقة، يعني عبور، منطقة عبور، يعني منطقة عبور، يعني يجيبونا في المقايضة، يجيبونا في القصاع، يعني باش ياكلوا باش كذا كذا، العود، يعني تصنع العود من جذع جذوع الأشجار الأفريقية، هي اللي تصنع منها القدحة وقصة العود. طبعا هذه الأكلات الشعبية اللي عندنا هنايا، والمنتجات الزراعية في المنطقة، يعني زي ما نقولوا هنا هذا القصب، هذا الملوخية، هذا التمر من الغيوة، احنا احسن تمر يعني معروف للرب وكذا، هذا المقطع اليدوي، رز الكسكاس، الكسكسي، رز المطبوخة، القمح، الحمص، الفول، خبز التنور، الشعير، الكسرة، التفاس مجفف، الخطاير، الفطاحة، الطماطم اليابسة، احنا نقولها الكمونة، لحم القديد، البصل اليابس، الفلفل اليابس، هذه الحرارات بشكل انواعها متشكله. طبعا هذه كانت الشعبيه اللي نستعمل بها، يعني عندما ضفت الزيت البلدي، الرب السمن البلدي او زيت الزيتون او الرب من التمر، هذا طبعا التمر من الغيوة، هو هذا تمر الغيوة اللي الرب باذن الله يعني معروف. كيف كانوا يحافظوا في اطفالنا واحنا كنا في جيل قديم، كيف تحفظ في القرآن الكريم عن طريق الشيخ أو العلامة، الزاوية القرآنية باللوح المصنوع من اللوح الخشب والحبر اللي هو الصمغ، نحرقه في الصوف نتاع النعج الخروف وندرو فيه صمغ ونكتبه به، هو اللي يكتب لنا يعني في اللوح، نمحوه بالطين كل يوم صفحة، يعني كأنه تقلب في كتاب، يعني كأنه تقرأ في كتاب وتقلب في كتاب، يعني تقرأ في كتاب القرآن بإذن الله، يعني في عندنا ناس حفظوا بالكلام هذا هلب يعني بإذن الله. طبعا هذا الختان، حنقول ختان، والختان في اللغة العربية وعندنا في الدرجة عن الطهور الطهارة، يعني كيف يطهروا الشخص، كيف يحللوه، يعني التحليل لو كان صغير يقول الطهارة نطهروه. طبعا يقول الحاج محمد سعد القصيدة نتاع الناس لغة قبل، يعني يقول طهر يا مطهر، صح الله يديك، لا توجع الغالي اللي نضب عليك، فرشنا الحصيرة وهربنا التراب، حضرنا محمد والشيطان غاب، هيو زعفروله سوريته طهارة، هيو زعفروله يا زيد يا زينك نهارة، طهر يا مطهر تحت الدلالة، وطهر وليده تصبح بارية.